بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله شرح المحاضرة التاسعة من الفصل السادس من مقرر ماث 158. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الـ Vertical Stretch. اتفقنا لما الفانكشن كلها تتضرب في رقم، لو الرقم ده كان أكبر من الواحد يبقى ده بنسميها Vertical Stretch، ولو الرقم ده كان ما بين الصفر والواحد يعني كان Fraction يبقى بنقول إن العملية دي بنسميها Compression. طيب سواء كان vertical stretch او compress، طبعا vertical انا باثر فقط على احداثي واي، على احداثي واي. فمعنى الفانكشن اللي معانا هنا هي روت اكس، فالروت اكس عندي بوينت 4.293 تقع على الجراف. لو عملنا vertical stretch بمقدار 2 يبقى بدل ما النقطه 9.3 تبقى 9.6، بس ده اللي بيحصل. يبقى في vertical stretch انا كل اللي بعمله بضرب قيم الواي في الفاكتور اللي هنا. لو الفاكتور اللي هنا كان اكبر من الواحد يبقى هيحصل ستريتش، لو الفاكتور كان اصغر من الواحد هيحصل كومبريشن. طيب نفس الكلام هنا، الفانكشن ابسوليوت وبقت هاف الابسوليوت. طالما هاف الابسوليوت يبقى بدل ما النقطه 2 و2 دي تقع على الجراف، يبقى هضرب الاثنين في الواي. دايما الفيرتيكال يا شباب، الفانكشن لما تضرب في رقم امامها يبقى ده فيرتيكال، الفيرتيكال بيأثر على الواي فقط. يبقى هضرب الاثنين في نص، يبقى 2 و1 وهنا نيجاتيف 2 وايضا ايه 1. طيب نفس الكلام الفانكشن دي اللي هي الفانكشن واي ايكوال اف اوف اكس، ضربتها في 2 يبقى ضربتها في 2 الفانكشن كلها. ايه اللي يحصل لها؟ بدل ما الامبليتيود اللي هنا باي و2 هتبقى كام؟ باي اوفر 2 عند الاكس، وكام؟ والامبليتيود 2. ايه اللي حصل؟ ايوه اللي حصل ان انا عملت فيرتيكال ستريتش. لكن لو الاكس نفسها، ركز بقى معايا، الاكس اللي جوه الفانكشن ضربتها في 3، ده اسمه هوريزونتال. طيب هوريزونتال ستريتش او كومبريشن ازاي؟ عكس الرقم اللي هنا، لو الرقم كان اكبر من الواحد يبقى بتعمل كومبريشن، يبقى كل اكس بتقسمها على 3، يبقى بدل ما هي باي على 2 تبقى باي على 6، واخد بالك؟ طب الواي تفضل زي ما هي، الواي تفضل زي ما هي، خد بالك بالله عليك. لو الاكس اللي جوه الفانكشن هي اللي اتضربت في رقم، لو الرقم ده كان اكبر من واحد يبقى انت بتقسم الاكس عليه. الرقم ده كان فراكشن ما بين الصفر والواحد يبقى انت بتضرب، مثلا لو بدل دي 3 كانت 1 على 3 اكس، اف اوف 1 على 3 اكس، يبقى انا اتوقع ان كل اكس من هنا هتضربها في 3، بدل ما هي باي على 2 هتبقى 3 باي على 2، بدل ما هي 5 باي على 2 تبقى 15 باي على 2، وهكذا. يبقى دايما الموضوع في الاكس بيبقى يعني خلاف زي ما بيقول. الاكس اتضربت في رقم اكبر من واحد تتقسم على الرقم ده، اصغر من واحد تتضرب في الرقم ده. الاكس مجموعه مع رقم في الهوريزونتال يبقى تروح ليفت، ما تروح من الرقم تروح رايت. لكن بالنسبه للفيرتيكال لا، زي ما هو الفانكشن ضربت في رقم كل واي تتضرب في الرقم ده، الفانكشن يعني اتقسمت على رقم او ضربت في رقم فراكشن كل الفانكشن تتقسم على الرقم ده الواي. انا بتكلم على الواي، الفانكشن كلها بلس رقم كل الفانكشن تطلع بمقدار هذا الرقم، الفانكشن ماينس رقم كل الفانكشن تنزل داون بمقدار هذا الرقم. ولما بقول الفانكشن يعني بقول على الواي. طيب الريفليكشن طبعا لو انت خدت الفانكشن كلها وعملت لها كلها تايمز نيجاتيف يبقى انت بتعمل لها ريفليكشن اباوت الاكس اكسس. لكن لو الاكس اللي جوه الفانكشن هي اللي عملتها نيجاتيف يبقى انت بتعمل ريفليكشن اباوت الواي اكسس. يبقى انت مثلا لما تقول لي روت نيجاتيف اكس، اهو ده كده روت نيجاتيف اكس، او ده كده روت اكس. طب روت نيجاتيف اكس يبقى بتعمل ريفليكشن اباوت ايه؟ اباوت الواي اكس. واحد يقول لي هو ازاي تحت الاكس نيجاتيف؟ ما هو تحت الاكس نيجاتيف علشان الاكس في الحاله دي هيبقى قيم سالبه. خلي بالك روت نيجاتيف اكس، ما ده روت نيجاتيف اكس، بس الاكس هنا ايه يا حبيبي؟ كلها نيجاتيف، فالنيجاتيف لما يتضرب في النيجاتيف يبقى تحت الروت بوزيتيف. خد بالك؟ مش معنى ان روت نيجاتيف اكس يبقى الاكس نيجاتيف، لا، او 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 اللي تحت الروت نيجاتيف، لا، هو اللي تحت الروت هيتظبط انه بوزيتيف لان في ساين نيجاتيف، واصلا كل القيم بتاعه الاكس هنا نيجاتيف، فنيجاتيف في نيجاتيف هيديني ايه؟ هيديني بوزيتيف. طيب
لما يجي لي هنا بروبلم بيقول لي عندي فانكشن اسمها ابسوليوت عايز اعمل لها شيفت ليفت. شيفت ليفت يبقى ابسوليوت اكس بلس 2. شفت بقى؟ طيب شيفت اب 3 يبقى ابسوليوت اكس بلس 2 وعشان اب يبقى بلس 3. ريفلكت اباوت الواي، ريفلكت اباوت الواي شيل الاكس وخلي مكانها نيجاتيف اكس. شكرا بس خلاص واضح. نروح هنا للبروبلم دي. جراف ذا فانكشن 3 اوفر اكس ماينس 2 بلس 1. انا بعتبر دي من 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 اهم البروبلمز اللي موجوده. اول حاجه ابتدي بالبيزك فانكشن، الفانكشن اللي هي من غير اي كونستانت ومن غير اي حاجه اللي هي 1 على اكس. ال1 على اكس اللي هي ريسيبروكال فانكشن بتترسم بهذا الشكل. حددنا عليها 2 بوينت، بوينت 1 و1 وبوينت 2 هاف مثلا. طيب خلي بالك الفانكشن دي ليها حاجه اسمها فيرتيكال اسيمتوت، يعني فيها 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 لاين عمرها ما هتلمسه اللي هو واي اكسس. صح، عمر ما الفانكشن هتلمس ايه واي اكسس، باعتبار ان الواي اكسس ده معادلته ايه؟ معادلته اكس بتساوي صفر، فاستحاله اصلا ان الاكس تبقى بصفر عند الواحد على اكس، لان واحد على زيرو ما ينفعش. فده بسميها فيرتيكال اسيمتوت. عموما لو انا بقى انا كده رسمت الايه، رسمت البيزك فانكشن. طب تعالى نرسم 3 على اكس او 3 في 1 على اكس. الفانكشن كلها ضربتها في 3، طالما الفانكشن ضربتها في 3 يبقى انا بعمل فيرتيكال ستريتش، والفيرتيكال ستريتش انا باثر على مين؟ باثر على احداثي واي، كل بوينت واي تتضرب في 3، يبقى بدل ما البوينت 1 و1 تبقى 1 و3، بدل ما البوينت 2 و1/2 تبقى 2 و3 على 2. واضح؟ واضح ما فيش اي مشكله. طيب تعال 3 تعالى في ستيب 3 3 اوفر اكس ماينس 2. انا بعمل الكلام ده ستيب باي ستيب. انا هدفي اعمل ايه؟ هدفي ارسم ال 3 اوفر اكس ماينس 2 بلس 1. ده هدفي. فاول حاجه ابتدينا بايه؟ ب 1 على اكس رسمناه، وبعد كده عملنا 3 خطوه خطوه، ضربت الفانكشن كلها في 3. على فكره انت كنت ممكن الاول تعمل 1 اوفر اكس ماينس 2 بعد كده تضرب في 3، صح مش غلط. فعلى حسب على حسب الليكتشر هنا هو ضربها في 3 مش غلط. ها وبعد كده عملها، عمل ايه؟ راح عند الاكس اللي في الفانكشن عملها ماينس 2. الاكس لما بتعمل ماينس 2 يبقى كل اكس، كل اكس ها بتقاد عليها 2، عشان دي اسمها ايه؟ دي اسمها هوريزونتال رايت. انا بعمل شيفت رايت بمقدار 2. مش احنا قلنا ان ده فيرتيكال اسيمتوت اكس بتساوي صفر؟ يبقى دي معادلته اكس بتساوي صفر. الان الاكس هتضيف عليها 2، يبقى بدل ما الفيرتيكال اسيمتوت عند الاكس بتساوي صفر، هيبقى عند الاكس بتساوي كام؟ عند الاكس بتساوي 2، صح ولا لا؟ ما انا مش انا في الهوريزونتال بضيف على الاكس. طيب حاجه كمان، البوينت دي 1، يبقى لما بقعد عليها 2 بقت كام؟ بقت 3. يبقى البوينت دي 3 3 اكس، ودي بدل ما 2 بقت ايه؟ بقت 2، صح؟ بقعد على كل بوينت اكس. طب وليه الواي 3؟ عشان كانت جت قبل كده من بوينت ثانيه كنا عملنا لها ايه؟ كنا عملنا لها فيرتيكال ستريتش. طيب بعد كده كل الجراف عملته بلس 1. خلي بالك اللاين اكس بتساوي صفر ده بسميه فيرتيكال اسيمتوت، واللاين واي بتساوي صفر ده بسميه هوريزونتال اسيمتوت. يعني معنى ايضا كده ان الفانكشن نفسها عمرها ما قيمتها هتبقى بصفر، قيمه الفانكشن عمرها ما هتبقى بصفر. فلما ضفت على الفانكشن واحد فاحنا بنعمل فيرتيكال شيفت. فيرتيكال شيفت يبقى بقعد على الواي، يبقى الهوريزونتال اسيمتوت هيبقى عند الواي بتساوي كام؟ بتساوي 1. بدل ما هو واي بتساوي صفر هيبقى واي بتساوي 1. تمام؟ وكل احداثي واي هتضيف عليه 1، يبقى بدل ما النقطه 3 و2 اللي هي 1.5 تبقى 5 على 2 اللي هي 2.5 وهكذا. اتمنى ان انت تشوف المساله دي شويه شويه كده برويه، ولو في اي حاجه نعيدها تاني مفيش اي مشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.